هذا كله يكون في كل الولايات، أين تكون عيادة متعددة الخدمات؟ عندنا احنا هدفين. الهدف الأول هو تقديم خدمات متعددة متتعددة الاختصاصات وذات نوعية عالية بفضل عتاد طبي. تستهدف كذلك تقليص انتقال المرضى للمستشفيات الكبرى. هذا كل يدخل في برنامج شامل اللي يمس كل بلديات ولاية الجزائر، حيث عندنا برنامج تاع 15 عيادة اللي راح تعرف إعادة الاعتبار والتجهيزات باش نجعل منها نقطة استعجال على مستوى الولاية. منذ هذا 15 يوم عندنا 6 وحدات تم التسليم تاع الاستلام تاعهم، تم التدشين تاعهم مع الوزير بتجهيزات جد وحديثه.